Allahumma
Thank you.
ونهائي وجوع أرجم شهداء وقوضى بقابل أما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين فاتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم باب الذي حرم عليكم وجئتكم بآيات من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منكم الكفر وقال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمن بالله واشهد بأننا مسلمون الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين والنصارى والصابرين من آمن بالله واليوم الآخر فعمل صالحا فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما
amanu waladina azuwan nasoro wasobikina amana billah man amana billahi wal yawmil akhir wa amil as-sholi wa amil as-sholi wa amil as-sholi sholi amana falahum ajruhum inda rabbih wala khawfan alayhim wala hum yahzanun. Wa idza aqadna mithaqakum warfa'na fawqakum al-tur khudhu ma ataynakum bikuwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun thumma tawallaytum min ba'di dhalika falawla fadlu llahi 'alaykum wa rahmatuhu lakuntum min al-khasirin. Walaqad 'alimtum alladhina tasawwaru minkum fi as-sabti wa qulna lahum kunu فجعلنا نقالا لما بين يديها وما قلتها وموعدة للمتقين قولا واحدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءكم نبؤ بالبينات ثم اتخذتم الكتاب من بعد ما وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأخبروا في قلوبهم الإجلاء بكفرهم قل بئس ما يأمركم Allahu Akbar.